نظرت إلى قبر النبي فهابني جماله، بدا بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال كرب المنور محمدا، وما بال جوف الخضر، وما بال مبئ ونور رسول الله ونور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، اخوتنا في كل مكان في ارض الاسلام، ومن هذا السرابط المقام تنتقل موجات الحاج سعيد الشاذلي السعودية الى اذاعات السماء العالية على شاشة العلي القدير لقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ محمد خضر احمد مصطفى قارئ القرآن الكريم وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بالكميشة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ محمد خضر فليتفضل فضيلته مشكورا، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذين لا
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وما أفأنت تكره الناس
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فهل ينتظرون إلا مثل أيام
الذين تعبدون من
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا ما
إن يردك بخير فلا رد لفضله وإن يردك بخير No.
قد جاءكم الحق قد جاءكم الحق من ربكم واتبع ما يوحى إليك واصبر واتبع ما واصبر وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واصبر واصبر حتى يحكم الله فمن فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما إليك واصبر واصبر وما أنا عليكم بوكيل حتى يحكم الله واصبر حتى
واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله صدق الله العظيم. قطرة من بحر جودك تروي الأرض ريا ونظرة طيب عطاك تجعل العاصي وريا فوالله يا ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك وما طابت الآخرة إلا بعفوك وما طابت الجنة إلا برؤياك يا رب العالمين. قرآن محكم وآداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض استمعنا إليه بصوت علم ابن علم من أعلام الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ محمد خضر أحمد مصطفى قارئ القرآن الكريم وعدوان نقابة القراء لجمهورية مصر العربية والمقيم بالكميشة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية وكان معكم وبتوفيق من عند الله أرقى وأبقى أضراب الصوت والثمار الحديثة وكسور الضيافة المتنقلة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن الحاج سعيد الشاذلي في القناطري نطلب تليفونيا 100 347 6680 وللسادة المعازين قبول العزاء وشكر الله سعيكم.